رجعنا لكم تاني، وزي ما قلت لكم فقرتنا التانية هتبقى عن الميك اب. طبعا احنا داخلين على سيزون الصيف، كله طبعا بتبقى الوان مختلفة والوان مبهجة غير خالص الوان الشتاء. في ميك اب عادي، ميك اب سواري، وميك اب العرايس، وفي نوع ميك اب جديد، ميك اب الفانتازيا، اللي هو بيغير شكل وملامح الوش. طبعا انا مش هعرف اتكلم فيه قوي عشان ما افتيش، بس اللي هتكلمني عليه الميك اب ارتست الجميلة جدا والشاطرة جدا جدا اميرة درويش. ازيك يا اميرة؟ الحمد لله. عامله ايه؟ نورانا. الحمد لله والله، انتم منورين. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. تمام. انا اول مره اخرج، يعني انا بعيد معاكم النهارده اصلا، يعني ايوه احكي لنا بعيد عن معاكي ايه. ده اول يوم عيد، ده اول يوم اخرج، انا نايمه من اول كله العيد، كله نايم، خارج من كحك رمضان وبسكوت تعبان. طبعا يعني تمام. كله خارج من رمضان مريح بقى. اه فعلا ده حقيقي، وكمان مفيش شغل بقى، بس لسه بقى سيزون بيبدا ان شاء الله، يعني لسه بقى الناس بدات، يعني مش كل الناس طبعا ان هم يرجعوا يظبطوا بقى الافراح والحجوزات. يعني حصل مشاكل شويه، الافراح واقفه بقى لها فتره. اه علشان كل القاعات قفلت خلاص، يعني لحد بقى وقت ان شاء الله ربنا الله اعلم بيه يعني. بس في ناس كتير بتتجوز في البيت، يعني بيعملوها بقى عائليه، يعني مفيش بقى فرح كبير، هو افراد العيله بس وخلاص، يعني ده بيتهيألي الافضل. بس برضو عادي، يعني البنات بتطلب برضو ميك اب ارتست يجي تعملها حتى لو في البيت، عشان لو تعمل فوتو سيشن او حاجه. شفت كتير عرايس عامله فوتو سيشن تحفه بس من غير فرح، اه من غير افراح. ده حقيقي، هو ده الفرح بالنسبه لهم وخلاص، يعني التصوير والميك اب والفستان ده شيء اساسي. قاعات الافراح بقى خلاص هي ما بقاش فيه ان شاء الله العيد الجاي يبقى احسن، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الوباء ده يكون انتهى، ان شاء الله ان شاء الله يكون زي كده كان حلم وراح. يا رب. يا رب باذن الله. طيب قولي لي بقى، احنا داخلين على الصيف، ايه موضه الصيف السنه دي في الالوان؟ هل اختلفت كتير عن الصيف اللي فات وعن الشتاء ولا لا؟ هي الصيف عامه في الوان معينه بتظهر، الالوان الجريئه، الالوان اللي هي مثلا اصفر، اخضر، احمر، الالوان دي دايما يعني في الشتاء. كل لا دي صيف، في الصيف كل صيف بتظهر. الشتاء بيميل اكتر للالوان الغامقه، البنيات، الجري، كان نبيتي، البنيات، الزيتي كمان بالدرجات الغامقه بتاعته. طالع بقى الصيف ده كمان عشان اللبس الصيفي كله فلاورز ده حقيقي. وكمان الميك اب برده يعني بيتغير مع التغير الالوان دي. فاحنا في بس احنا مش بنتكلم على زفاف، ده الميك اب العادي. الفاشن ظاهر موضه قويه جدا في الالوان، الازرق، الاصفر، الاخضر، يعني ظاهر بشكل قوي ده السنه دي. الفوشيا الوان جريئه اقل شويه من كل سنه. الفوشيا هو الموضه الوردي، درجات الكشميرات والبينك، اللي هي الالوان الترابي شويه دي بالظبط. هي بقى الميك اب العروسه دلوقتي هو اكتر ميل للالوان الترابيه. انا بصراحه انا عن نفسي بميل ليها، انا بحبها جدا، هي اشيك وبتدي لوك اهدى، حاجه بتبقى سيمبل بسيطه. يعني المطلوب ان العروسه بتبان بشكل هادي اهدى من طبعا اي حد تاني ان هو يظهر مثلا بنصور فاشن او عندنا فوتو سيشن لبراند مثلا لبس. بس العروسه مختلف طبعا، فهو مايل اكتر للبرونزي، البنيات، الوردي، الوردي الهادي قوي ده، يعني ظاهر موضه للالوان الاي شادو وكمان البلاشر. تمام. طيب قولي لنا بقى، بتختاري ميك اب العروسه على اساس ايه؟ يعني انت بتبقي شايفه مثلا، شايفاها في لوك معين عايزه تطلعيها بيه، ولا هي بتختار اللوك بتاعها وبتقول لك عليه، ولا ايه؟ بتتصرفي معاها ازاي او بتقنعيها ازاي باللوك اللي في دماغك؟ هو الموضوع ده موضوع صعب، يعني شوية. صعب جدا. كل عروسه بيبقى في بالها صوره معينه، انا عايزه دي بالظبط، هي هي في صوره لخيالها انا هبقى بالشكل ده. هي يعني ممكن تكون ملامحها قريبه من الصوره او لا، يعني لو ملامحها قريبه انا يعني ما فيش مشكله ان انا اعمل لها اللوك اللي هي عايزاه. بس في وقت البنت بتختار حاجه مختلفه تماما عن ملامحها خالص، ومش هتبقى لايقه خالص معاها. فانا ببدا اقول لها يعني ده ممكن يبقى احلى من ده. تمام. فهي يعني لما بتفكر بتلاقي لما بتفكر بتلاقي ان انا كلامي صح، فبتقول لي خلاص اعملي اللي انت عايزاه. وطبعا كل واحد دي يعني دي ملامحه وليه، يعني الموضه ده مش دايما بتمشي مع كل الناس، مع الملامح او مع لون البشره. مظبوط. يعني مثلا فكره ان مثلا الحواجب الموضه الحواجب العريضه، في ناس هي اوريدي حواجبها عريضه، احنا بنعمل بس تاتش بسيط. في ناس حواجبها اصلا رفيعه ومش هيليق على وشها إنها فكره الحواجب عريضة. العريضه ممكن وشها رفيع مثلا او صغير، فساعتها مش هيبقى حلو معاها فكره الحواجب العريضه. الجلوس في الليبستيك عامه ده موضه اكتر من المات. فممكن حد بيبقى اصلا شفايفه مليانه
بيبقى صعب، هيبقى الموضوع عايز مطر اكتر، بيدي امتلاء اكتر فعلا، فساعتها برضو ده مش احلى حاجه عليها يعني. فاحنا بنختار برضو الزفاف بالذات على حسب اكتر حاجه لايقه على ملامحها مش الموضه يعني. تمام. طب بتجهزي بقى ممكن البشره قبل الميك اب ازاي؟ ده السؤال بقى طبعا العالمي او تقريبا اللي كل الناس بتساله. هو فعلا يعني تقريبا علشان يطلع الميك اب بروفيشنال اصلا هي الخطوه دي اهم حاجه. ان اول ما ببدا ان انا يعني مش بحط الميك اب على طول، لازم يكون في ترتيب كتير. مظبوط، الترطيب اهم حاجه، والترطيب ده لكل انواع البشره يعني، مش البشره الجافه بس اللي بتترطب، البشره الدهنيه كمان بتترطب. يعني في ناس كتير بتفكر ان البشره الدهني بقى خلاص مش الدهنيه محتاج. لا هي مش بنرطبها، لا هي البشره بنجهزها على الاقل، بتبقى محتاجه ترطيب لا بس هي اكيد بتترطب بحاجات في انواع خاصه معينه. مظبوط، في انواع معينه لترطيب البشره الدهنيه وانواع لترطيب البشره الجافه، فكل نوع ليه اللي احنا بنستخدمه. فالترطيب ده اهم حاجه، وبعدين بيجي الخطوه اللي بعدها البرايمر. والبرايمر ده علشان لو في اي ديفوهات في الوش مثلا، المسامات الواسعه، ده بيظبطها يعني شويه. وبعدين بنبدا بقى نشتغل على الميك اب. والموضه دلوقتي البرونز اكتر، الميك اب البرونز، فبنحط الهايلايتر البرونز قبل الفاونديشن عشان قبل الفاونديشن عشان يدي شكل يعني، هيطلع يدي الفاونديشن مش نفسه يدي بيلمع فعلا، يعمل ديولوك. بس في الفينش بقى في ناس مش بتحب الهايلايتر خالص، بتقولي لا انا مش عايزه خالص هايلايتر من اللي بيلمع ده. في ناس بتستخدمه غلط فبتخلي الواحد يكره الهايلايتر. بالظبط بجد، لان انا سامعه بيلمعه فبحس ان انا بكرهه. انما لما بيتحط بنسب مظبوطه والناس تبقى فاهمه بتحطه فين، قولي لنا بقى الهايلايتر تحطه ازاي. انا اقول لك بس ان في ناس بتحب جدا الهايلايتر، يعني هي الفكره في اختلاف الاذواق. في حد بيقول لي حطي لي كتير قوي يعني، اكتر كمان من اللي مطلوب يعني. انا برضو هو كده ولا كده مش صح. بالظبط. في برضو حاجه منتشره عندنا البلاشر كتير، يعني لازم العروسه تكون بتحط بلاشر كتير، اما كده تبقى مش عروسه يعني. فانا يعني لما بستخدم حاجه بحطها بالستبس المعقوله. في بقى حد بيقول لي زودي او قللي على حسب رغبه البنت يعني. تمام. الهايلايتر بقى قولي لنا بقى تكاته حركاته. في الهايلايتر في اكتر من مكان، بس مش كل الناس بتحب تستخدم الهايلايتر في الاماكن دي. بس مثلا مكان زي تحت الحواجب ده اساسي وبيعمل لوك حلو جدا. هنا على الانف، بس على حسب الشكل ممكن تحطي بس هنا في الجزء ده او في الجزء ده، وده بينور على حسب شكل رسمه المناخير ذات نفسها. مظبوط. المكان ده شيء اساسي اللي هو فوق اللي هي العظمه الخدود ده، عظمه الخد دي، دي اللي بتنور الوش. في ناس بتحط تاني هنا على وتحت على الدقن وتحت الانف، انا مش بحبها. والقوره هنا انا برضو مش يعني مش كل يعني مش كل الاماكن دي تحط مره واحده، على حسب الفيس نفسه وشكله ايه. تمام. احنا كان معانا صور لميك اب عرايس وصور بقى الميك اب الفانتازيا. كلميني بقى ده عليه، لان هو اول مره يبقى معانا الميك اب الفانتازيا. انا اصلا برسم وكنت مهتمه فتره بالرسم لحد ما وقفت خالص رسم، وبعدين اتشغلت في الشغل العادي بتاعي، وبعدين رجعت مع الميك اب ارسم. فبقيت استخدم الوان وارسم بيها على وشي لوكات مختلفه بقى. ساعات بتبقى حاجات جايبها من يعني افكار، مثلا زي قصه ذات الرداء الاحمر دي، هتشوفي اللوك ده. في لوحه للفنان فان جوخ هي اسمها ستيري نايت. تمام. عاملاها هي ظهرت الصوره. صور معانا على الشاشه اهي، دي عجبتني جدا. كل ده بالميك اب. ده رسم. رسم بالميك اب والالوان. تمام. فعلا شكله حتى الخطوط دقيقه قوي. وبياخد وقت كبير جدا. لسه هسالك، بياخد وقت بقى كبير؟ بياخد وقت كبير، ممكن ده اصلا اقعد 3 ساعات، ممكن ممكن اكتر من كده كمان، خصوصا ان انا بصور نفسي يعني، بس مش كل الصور طبعا. الاطفال اللي بتحب الحاجات دي قوي، الرسومات. الرسومات. الصور دي دي تصوير بروفيشنال يعني. انا المصوره طبعا احب اشكرها دلوقتي يعني، صاحبتي، وبنصور سوا الافكار دي يعني. افنان، شكرا يا افنان. لا هو حلو جدا يعني، واضح ان هو بيبقى يعني واخد مجهود كمان. دي جميله جدا برضه. ده جالاكسي. حلو قوي.
باين ان هو سما ونجوم و... اه مظبوط. في دي انت اصلا يا اميره صح؟ اه دي يعني انت بتعملي الميك اب على لوكات الفانتازيا كلها انا. لا فعلا شكلها حلو قوي، دي عروسه فعلا. بصي حاسه الميك اب هادي، الالوان هي بشرتها بيضه فمديها الوان اكتر بنيات. اه مظبوط. هي يعني في ناس بتطلب الالوان دي مخصوص، بس هي فعلا دي الالوان الموضه في لوكات الزفاف. دي خمري شويه، واخده البنكات لوك سواري. فالسواري والفاشن عامه بنستخدم فيه الالوان الفقعه الجريئه شويه. مظبوط. واللون الروج ده اصلا موضه الصيف ده. تمام. اللي هو الفوشيال بس الفاقع. تمام. ودي حلوه قوي برضو. انت اللي عامله الشعر ولا الميك اب بس؟ لا انا بشتغل يعني معظم، هتلاقي لوكات هنا فيها شعر وفيها ميك اب، بس انا معظمها الميك اب بس. تمام. في ناس تانيين اشتغلت معاهم شعر يعني. تمام. بس انت مش بتغيري الملامح قوي يا اميره، ودي حاجه حلوه يعني. مش كل العرايس بتغيري شكل الملامح، في ناس بتبقى عايزه اصلا تغير شكلها خالص. مش انا مش فعلا بشوف الصوره مختلفه عن هنا، مختلفه عن هنا خالص. هو فعلا ده يعني ده شكل معين او نوع من الميك اب، بس مش مطلوب في البرايدل خالص او يعني الزفاف بشكل عام. ما ينفعش ان انا احول العروسه. العروسه دي رقيقه قوي، اللي هي الصوره اللي كانت قبل دي. وبرده دي جميله جدا. هي اختارت لوك بشكل معين وطلبت مني، فعملته لها بشكل طبعا اللي هيليق عليها يعني. تمام. خصوصا ان في واحده بتبقى بيضه محتاجه الوان معينه. وفي بنت، وهو ده بقى السؤال اللي انا كنت عايزه اساله لك. قولي لنا بقى، يعني انا مثلا لو بشرتي سمراء، ايه الالوان اللي ممكن تليق عليا؟ ولو انا بشرتي بيضاء، ايه الالوان اللي ممكن تليق عليا؟ بحس ان انا بقى لو عملت الميك اب في البيت وكده. بصي، هو يعني المنتشر اكتر ان البشره البيضاء يليق عليها اي حاجه وكل الالوان هتبقى حلوه. هو العكس يعني، هي البشره السمراء هي اللي بيليق عليها اكتر يعني كل الالوان. انا ممكن استخدم الوان فاقعه، الوان هاديه وتطلع عليها حلوه. بس طبعا برضو ده احنا بعيد عن الزفاف. أيوة. الا لو كانت عروسه يعني، مثلا في موضه كانت طلعت ان العروسه بتحط روج احمر. دلوقتي صعب ان انت تلاقي عروسه طالبه روج احمر او تطلبه، لانه الالوان الترابي هي الدرجه دلوقتي. مظبوط. هو كل الالوان النود والالوان الترابيه للعيون وللشفايف كمان بتدي شكل طبيعي. طيب. كمان اكتر من الاحمر بتدي مزبوط. شكل سيمبل وبتبقى شكلها طبيعي. مظبوط. فهي هتلاقي البشره البيضاء الالوان الكشمير والوردي دي اكتر الوان بتليق عليها. تمام. في حاجه بقى انا ملاحظاها في الميك اب بتاعك، اغلبيه العرايس بتبقى شايفه ان رسمه العين لازم تكون كامله. يعني انا شايفه دلوقتي رسمه عينك مش حاطه كحل من تحت، حاطه كحل يعني. أيوة. حاطه ايلاينر من فوق ومن تحت حاطه كحل ابيض تقريبا او لون اوف وايت من جوه. فكلميني عن رسمه العين، يعني مش لازم تكون رسمه كامله وتكون رسمه شيك وبسيطه وحلوه. هو اصلا يعني دلوقتي مش موضه خالص فكره ان انا ارسم ايلاينر فوق العين وتحت العين، يعني ان انا احدد العين بشكل كامل. هي الفكره ان العين يعني محتاجه ايه. في عيون بتكون مثلا هي اوريدي شكلها العيون اللوزيه دي الشكل البرفكت للعيون. احنا كل اللوكات اللي بنعملها بنحاول نوصل بشكل العين للشكل ده. مظبوط. ففي شكل عين مثلا بيكون العين النايمه او النعسه وهي بتبقى نازله لتحت شويه، فانا بالميك اب بحاول ارفعها بايلاينر، خط ايلاينر مرفوع او الشادو نفسه ان انا ارفعه. في عيون بتبقى العيون الغير اللي هي يعني لجوه اكتر والجفن لجوه اكتر، انا ما ينفعش استخدم معاها الوان غامقه لان بتخلي المكان ده بتقفلها اكتر، بتضيقها. فلازم استخدم معاها الوان فاتحه علشان تظهر شكلها. في العيون الجاحظه اللي هي بتبقى لبره اكتر اللي هي العكس دي، بستخدم معاها غوامق اكتر. تمام. علشان اوصل في الاخر للشكل البرفكت للعيون. لكن مش كل الناس بتطلب الكحل او اسود من يبقى مليان من جوه العين، لان الفاتح بيوسع العين اكتر. تمام. فلو انا في عين يعني هي عايزه اوسعها، بحط طبعا الكحل الفاتح اللي انا حاطاه. لو في عيون واسعه قوي وانا عايزه اخلي شكلها يكون مناسب بالنسبه لباقي الوش، يعني بحط الكحل الاسود.
تمام اميره، يعني انا كنت مبسوطه جدا ان انت كنتي معانا في انا العيد والله اسعد. ونورتينا، والوقت جري معاكي هوا، وان شاء الله تبقي معانا اكيد. يعني ان شاء الله تبقي معانا بقى في حلقات تانية ونتكلم بتفصيل اكتر بقى عن الميك اب والبشره ان شاء الله. والاتباع مبسوطه جدا ان انت نورتينا في العيد. عيد سعيد عليكي وعليكي يا هاجر، وعليكم كلكم مشاهدينا. كل سنه وانتم بخير. كل سنه طيبين. هاجر كانت عايزه تقول حاجه. انا بقول قبل ما نختم، احنا طبعا لازم نشكر البراند اللي احنا لابسين منه النهارده. هو يعني براند بشكرهم موفي. جدا بشكرهم جدا، براند موفي تعبوا معانا. ويعني وشوفوا بقى الصور احنا هننزلها لكم ان شاء الله. كل سنه وانتم بخير، وكل سنه وانتم طيبين، وايامكم كلها اعياد يا رب. باي باي.